أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم يا عم نعم الله 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 قال يا بني لا تقصص رؤياك
إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله 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 الله. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. الله 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 نعم يا عمي نعم الله أكبر. وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله 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 الله
وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم تصفون. الله أكبر. صلوا على حضرة النبي روضة من رياض الجنة شفاء للصدور. الله يكرمك يا أستاذ. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ولدا. الله الله اكبر. عليك حج السيد. عليك حج السيد. يكرمك يا استاذ. رواك الله وزادك ايمان. اللهم صل على النبي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جلت قدرتك يا رب المشاهد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتك عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صلوا على حضرة النبي صلى عليه تسبيان اللي صلي على عدنان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا إنه من عبادنا المخلصين. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم. الله يكرمك يا أستاذ. الله يكرمك. الله أكبر. وجيلك الطول يا رب. عليك حج. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت
وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الله يفتح عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله 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 أكبر. قواك الله يا أستاذ. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. الله يكرمك يا أستاذ. أواك الله. صلى على حضرة النبي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله يا أستاذ.
وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أي الله أكبر. صلي على حضرة النبي. الله يكرمك يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله الله يا شيخ. الله أكبر. كلامك يا سيد. نعم نعم نعم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله أكبر. الله أكبر. ولئن لم يفعل ما ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله 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 الله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله يفتح عليك يا حبيبي. سلم يا رب سلم. الله الله. فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى. ندعوك يا الله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. سبحان الله. الله عليك عن سيد التحبيب. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الله 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 على حضرة النبي. الله أكبر. الله 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 يا أستاذ. الله يفتح عليك. مدد. الله يفتح عليك. ما شاء الله. إنا لراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام رزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نجي وقتك يا رب. الله يفتح عليك. قواك الله يا أستاذ. يا رب يا رب. أيوة الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الحمد لله عليك ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ. يا صاحبي السجن أغرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آباؤكم. الله يفتح عليه. الله يا شيخ. سميتموها أنتم الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يكرمك. 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 الله ي
الله يفتح عليه صلى الله عليه وسلم. الله 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 نعم 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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لا فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي الله يكرمك على حضرة النبي قواك الله يا أستاذ ينور عليك يا عم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أن إنه ناج منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان كلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات صلى على النبي يا حاج الله يا عم
يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أم أتننا أنبئكم بتاويله فأرسلون. الله يفتح عليك يا حبيبي. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.